حياكم الله أبنائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم وأقدم لكم الدرس الخامس الباب الثاني، تكلم عن النظيرة الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات. راح نتعلم اليوم كيف نجد النظيرة الضربي لمصفوفة وكيف نستخدمه في حل معادلات غير الطريقة اللي كريمر، غيرها طريقة جديدة. الآن في عندي إشي اسمه مصفوفة الوحدة، هذا بيكون القطر الرئيسي واحد والباقي أصفار زي هيك. القطر الرئيسي واحد، شايفين القطر الرئيسي هذا وحدات والباقي أصفار. القطر الرئيسي وحدات والباقي أصفار. إيش تسوي هاي مصفوفة الوحدة؟ هاي لو ضربناها بأي مصفوفة من نفس رتبتها ما بتأثر على الضرب، يعني يبقى المصفوفة زي ما هي. كيف الواحد بعملية الضرب على أعداد، مثلا 5 ضرب 1 بتظل 5، وهون جيب أي مصفوفة ثلاثية واضربها بهاي المصفوفة تبقى نفس المصفوفة، يعني كأنه العنصر المحايد لعملية الضرب، كأنه بمصفوفة الوحدة هاي لا تؤثر على عملية الضرب. هاي شايفين هاي مصفوفة عندي فيها A B C D، ضربتها بمصفوفة الوحدة رجعت نفسها A B C D، حتى ضربتها من الجهتين، من جهة اليمين جهة اليسار ما تأثرت. إذا مصفوفة الوحدة لا تؤثر على عملية ضرب المصفوفات. طيب في إشي اسمه النظير. النظير مثلا مصفوفة ثنائية، ضرب نظيرها بيعطي مصفوفة الوحدة. أعيد، أنا عندي مصفوفة A، مصفوفة اسمها A، خلينا نشتغل على الثنائية. هاي المصفوفة A من الرتبة 2 في 2، رتبتها 2 في 2، في إلها نظير. النظير أرمز له زي هيك A أس ناقص 1. لما أضرب المصفوفة في نظيرها بيعطي مصفوفة الوحدة، تمام؟ هذا اللي راح نتعلمه الآن، كيف نجد النظير الضربي للمصفوفة. طبعا هون معطيني مصفوفتين، واحدة اسمها X واحدة اسمها Y، والثنتين من الرتبة 2 في 2، هاي 2 في 2 وهاي أيضا 2 في 2، فحاصل ضربهم يطلع مصفوفة رتبتها 2 في 2، بيصير الضرب ويطلع عندي مصفوفة رتبتها 2 في 2. بيقول حدد ما إذا كان المصفوفتين تمثل نظير ضربي للأخرى أم لا. كيف أعرف؟ لغاية الآن أنا ما إلي طريقة إلا أروح أضرب X، مصفوفة X أضربها بالمصفوفة Y، أو Y ضرب X. إذا أعطاني مصفوفة الوحدة اللي هي 1 0 0 1، بيكون كل وحدة نظير ضربي للأخرى. يلا نضرب. كيف نضرب؟ تذكروا ضرب المصفوفات، الصف الأول في العمود الأول، يا 4 في 3 4 في 3 4 على 3، -1 في 3 -1 على 3، هذولا بيطلع مجموعهم 3 على 3 وبيصيروا 1. لغاية الآن صح. الصف الأول في العمود الثاني، يلا 4 في -1 على 6 -4 على 6، -4 على 6 أو -2 على 3، هي -4 على 6 نفسها -2 على 3، زائد -1 في -2 على 3 بيصير -2 على 3. هاي قلنا -2 على 3 و -2 على 3 بيطلع 0، إذا الثانية كمان صح. نشوف الصف الثاني، بنروح نضرب الصف الثاني هذا في العمود الأول، ثم الصف الثاني في العمود الثاني، يا 2 في 3 2 على 3
زائد سالب 2 في ثلث سالب 2 على 3، وهذا يطلع صفر، ولغاية الآن الأمور تمام. باقي علينا آخر وحدة، الصف الثاني في العمود الثاني، 2 في سالب 1 على 6 سالب 2 على 6 اللي هي ثلث على فكرة، هذه 1 على 3 سالب 1 على 3. سالب 2 في سالب 2 على 3 تطلع موجب 4 على 3، وهون قلنا سالب 1 على 3 وأربعة على ثلاث بيطلع ثلاث على ثلاث اللي هو واحد، صح. إذن أعطت مصفوفة الوحدة. إذن نعم، في ناس يروح يسوي على الجهة الثانية خلاص باينة، يعني ما في داعي يسوي خطوتين. إذن نعم، إكس المصفوفة إكس والمصفوفة واي كل واحدة نظيرة للأخرى، تمام؟ إن شاء الله. الآن الموضوع جديد، كيف أنا أطلع النظير الضربي لهاي مثلاً عندي المصفوفة دي هاي، كيف أطلع لها نظير ضربي؟ ويقول إن وجد، متى ينوجد النظير الضربي ومتى لا ينوجد؟ يقول لاحظ إذا كان قيمة المحددة صفر، لاحظوا هون، إذا قيمة المحددة صفر فليس للمصفوفة نظير ضربي. ليش؟ لأنك أنت هون بدك تقسم على قيمة المحددة، يعني النظير الضربي للمصفوفة بتجيب المصفوفة هاي بتبدل A بD، هاي صير دي اي، وتغير اشارات بي وسي، خليهم مكانهم، بس ايش اغير اشاراتهم، بغير اشارات بي وسي، هذول يتغير اشاراتهم وهذول يتبدلوا، بعدين اقسم الجميع على قيمة المحددة يطلع معاي النظير الضربي. اكيد بالمثال تفهموا اكثر. يلا اول خطوة بدنا نشوف إلها نظير ولا ما إلها. فبروح أطلع محددة دي، محددة المصفوفة، إيش هي المحددة؟ اللي هي 3 7 1 سالب 4. كيف أحسب هاي المحددة؟ القطر الرئيسي هذا ناقص القطر الثاني. قطر الرئيسي 3 ضرب سالب 4 سالب 12 ناقص 7 في 1 7، ويطلع كله سالب 19. قيمة المحددة ما بتساوي صفر، إذن يوجد نظير. أول شيء يوجد نظير ضربي. الآن السؤال، كيف أطلع هذا النظير الضربي؟ ها، أول شيء رمزه دي أس ناقص واحد زي هيك، هذا رمز الماء، ويعطي مصفوفة من نفس النوع، يعني 2 في 2 هذا يعطي مصفوفة زي هيك. شو أعمل؟ خطوة الأولى ببدل هذول، يعني بيجي السالب 4 بيصف هنا وبيجي الثلاث بيصف هنا، تبادل. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بغير إشارات ذول، إذنها سالب بتصير موجب، وإذنها موجب بتصير سالب، ذول الثنتين موجبات هسه بدهم يصيروا سالب ويظلوا بمكانهم، يصيروا سالب ويظلوا مكانهم، سالب 7 وسالب 1. خلصنا؟ لا لسه. الخطوة الثالثة
بقسم على المحددة سالب 19 كل المدخلات، بقسم هون على سالب 19، بقسم هون على سالب 19، بقسم هون على سالب 19، بقسم هون على سالب 19. بيصير عندي المحددة النظير الضربي لهذه المصفوفة، سالب على سالب موجب وأربعة على 19 ما لهاش اختصار، سالب على سالب موجب سبعة على 19، سالب على سالب موجب واحد على 19، ثلاثة بالسالب نرفعه فوق سالب ثلاثة على 19. هاي هي اللي بنكتب فيها الآن النظير الضربي للمصفوفة دي. لو جبت دي وضربتها بالنظير الضربي راح يطلع مصفوفة الوحدة، وإذا تحبوا تتأكدوا أنتوا تأكدوا. خلينا نشوف المحترمة تي هاي. بدنا نشوف لها النظير الضربي. أول شيء بدي أشوف هل إلها نظير ضربي أم لا. بروح أطلع محددة تي تساوي، بضرب القطر الرئيسي ناقص القطر الثاني، اثنين ضرب ثلاث، اثنين ضرب ثلاث ستة، ناقص واحد ضرب سالب أربعة سالب أربعة، ويطلع تي محددتها عشرة، يعني يوجد نظير ضربي. حلو، ما دام يوجد نظير ضربي الآن بدنا نطلع هذا النظير الضربي. بدنا نطلع النظير الضربي، رمزه قلنا تي أس ناقص واحد، تحب تحط لها خط زي هيك زي مو بالكتاب بيصير، مصفوفة من نفس النوع، أبدل القطر الرئيسي بدل اثنين ثلاثة تصير ثلاثة اثنين، أغير إشارات ذول، بدل ما هو موجب واحد بيصير سالب واحد، وبدل ما هو سالب أربعة بيصير موجب أربعة، وبقسم الجميع على المحددة اللي هي عشرة. شو المحددة طلعت عشرة، هي لحالها طلعت قلب حب، بنسوي لكم يا لنا بنحبكم، يلا على عشرة على عشرة على عشرة على عشرة. هاي هي النظير الضربي لهاي المصفوفة. تمام إن شاء الله. طبعا مش حاطين تحقق من فهمك كيف نحل معادلة، كيف نحل معادلة باستخدام النظير الضربي، لكن بدي أنا أحل لكم وحدة. هسه بشرح لكم واحدة من أسئلة الكتاب. بدنا نحل سؤال تسعة ست، سؤال ستة بتأكد لأنه في غيره بنحل، يعني هون ستة وبنحل من ذاك. أول إشي بنروح نطلع المصفوفة A اللي هي العوامل، مصفوفة A اللي هي تتألف من عوامل X اللي هم سالب اثنين وواحد، وعوامل واي اللي هن واحد واحد وواحد، عوامل واي واحد وواحد. هاي المصفوفة ايه لما اضربها بالمصفوفة، خليها ايه نكتب فوقها، لما اضربها بالمصفوفة اكس واي ترى بتصير معادلات زي هيك، تساوي تسعة ثلاث. طبعا عشان اطلع اكس واي لحالها انا بدي احل اكس واي، راح اطلع نظير الضربي لهاي المصفوفة A
وأضربه في 9 3 هاي يطلع معاي قيمة إكس واي. إذا أحتاج أروح أطلع النظير الضربي للمصفوفة إيه، هاي مصفوفة إيه، أول إشي أروح أطلع محددة إيه، هذا شغل جانبي، محددة إيه، المحددة بتساوي بحط هذول سالب 2 واحد واحد واحد، بحسب المحددة، قطر الرئيسي سالب 2 ناقص قطر الثاني 1 يطلع كله سالب 3. إذا قيمة المحددة سالب 3. بروح أطلع المصفوفة النظير الضربي كالتالي، مصفوفة وليست محددة، أبدل هذول بتصير 1 سالب 2، أغير إشارات ذول سالب 1 سالب 1، أقسم الجميع على قيمة المحددة اللي هي سالب 3، بقسم على سالب 3، بقسم على سالب 3، بقسم على سالب 3، وأقسم على سالب 3، بتصير بالنهاية المصفوفة هاي سالب 1/3، مسموح لك تحط السالب فوق، سالب 1/3، 1/3، سالب على سالب موجب، 1/3، 2/3، تمام؟ الآن بعد ما طلعت النظير الضربي بجي أضربه بالثوابت هذول اللي بعد اللي يساوي، يطلع معاي إكس واي على طول، إكس واي راح تساوي، أجيب مصفوفة النظير الضربي سالب 1/3، 1/3، 1/3، 2/3، أضربها بهذول اللي بعد اللي يساوي مصفوفتهم 9/3. طبعا يجوز عملية الضرب ورح يطلع زي إكس واي 2/1 المصفوفة الناتجة، فبنحسب على طول إكس واي، إكس واي لحسبة إكس نقوم بضرب الصف الأول في العمود الأول، بيطلع لي قيمة إكس هنا، يلا نحسب إكس، سالب 1/3 ضرب 9، فكروا معي، بتصير سالب 9/3 يعني سالب 3 زائد 1/3 ضرب 3 بتصير 3/3 وبتصفي 1. طيب بدي أطلع هون المصفوفة لقيمة واي، هيك طلعت إكس، يم إكس واضحة ما بدي أقول لكم قديش هي سالب 2، أنا الآن أطلع واي أضرب هذا في هذا، يلا عشان نطلع واي نحطها وين؟ نحطها هون، يلا اللهم صل على سيدنا محمد. الصف الثاني في العمود الأول، 1/3 ضرب 9 يعني 9/3 بيطلع 3 زائد 2/3 ضرب 3، 3 × 2 نضرب العدد بالبسط بس، 3 × 2 6، 6/3 بيطلع 2، بتصفي كلها سالب 2/5. معنى ذلك يا حلوين انه اكس تساوي سالب 5 سالب 2 وواي تساوي 5. شو لازم نرجع بس نتأكد لو من وحدة من المعادلات، قلنا إكس قديش؟ سالب 2 سالب 2 في سالب 2 هاي صاروا 4، 4 زائد محل واي 5 صاروا 9، صح؟ تأكد من الثانية، سالب 2 زائد 5 بيطلع 3،
صح، إذا حلنا صح. أنا حليتها أيمن، تأكد لأنه ما في زيها تحقق من فهمك. راح إن شاء الله التسجيل القادم نعود لتأكد من أولها، وبنحل فقرة تأكد كاملة إن شاء الله تعالى. إذا هذا الفيديو لتحقق من فهمك، بس حلينا معادلة عشان ما شفت في التحققات مثله. أشكركم وتابعونا لتمارين تأكد وتدرب حل المسائل.